أعزائي متابعي منصة تربوية سوريا، لكم تحية مني بسام بركات، المدير الاختصاصي لمادة الرياضيات في تربية حمص، ومن الأستاذ هاني حلاوة أستاذ الرياضيات في حمص، ومن كادر المنصة التربوية السورية. سيقدم لنا الأستاذ هاني مواقفا تعليميا في تحليل التوافقي عن خواص عدد التوافق. مرحبا بكم، نتابع في حل بعض التمرينات التي تتعلق بخواص عدد التوافق. مثال أول، أثبت صحة العلاقة. توافيق n زائد 1 r على توافيق n r يساوي n زائد 1 على n زائد 1 ناقص r. طبعا نتذكر أنه لإثبات صحة علاقة يمكن الانطلاق من أحد الأطراف وإجراء بعض العمليات والخواص حتى الوصول إلى الطرف الثاني، أو بالعكس، أو أيضا يمكن تبسيط الطرف الأول حتى الوصول إلى مقدار معين وتبسيط الطرف الثاني حتى الوصول إلى نفس المقدار، وبهذا نكون قد أثبتنا صحة المساواة. لنتذكر أن توافيق NR تساوي N عاملي على R عاملي ضرب النقص R عاملي، وبالتالي توافيق N زائد 1 R هي عبارة عن الأول N زائد 1 عاملي على الثاني R عاملي ضرب فرقهما N زائد 1 نقص R عامل. على المقام هو توافيق N R، إذا هو N عاملي على R عاملي ضرب N نقص R عامل. الآن قسمة كسرين، نضرب الكسر الأول بمقلوب الكسر الثاني، وبالتالي تصبح n زائد 1 عاملي على r عاملي ضرب n زائد 1 ناقص r عاملي مضروب في مقلوب الكسر الذي في المقام، اي r عاملي ضرب n ناقص r عاملي على n عاملي. نلاحظ في البسط يوجد r عاملي وفي المقام يوجد r عاملي يمكن اختزالها، فيبقى لدينا n زائد 1 عاملي ضرب n ناقص r عاملي على n زائد 1 ناقص r عاملي ضرب n عاملي. لدينا هنا في البسط n زائد 1 عاملي وفي المقام n عاملي، هنا n زائد 1 تزيد على n بمقدار 1، وبالتالي يمكن كتابه n زائد 1 عاملي بالشكل n زائد 1 ضرب n عاملي للاستفادة من الخواص الاختزال. أيضا هنا في المقام n زائد 1 ناقص r وفي البسط n ناقص r، أيضا هنا n زائد 1 ناقص r تزيد بمقدار 1 على n ناقص r. أيضا يمكن استخدام خواص العاملي فتصبح n زائد 1 ناقص r مضروبة ب n ناقص r، نطرح منها 1 ونضع عاملي اي n ناقص r عاملي. اذا يصبح لدينا في البسط n زائد 1 ضرب n عاملي مضروبة ب n ناقص r عاملي، وفي المقام n زائد 1 ناقص r مضروبة ب n ناقص r عاملي ضرب n عاملي باختزال n عاملي مع n عاملي من البسط والمقام، وايضا n ناقص r عاملي مع n ناقص r عاملي. يبقى لدينا في البسط n زائد 1 وفي المقام n زائد 1 ناقص r، وهو الطرف الايمن من المساواة، وبهذا نكون قد اثبتنا صحة هذه المساواة. في المثال الثاني، عين قيم العدد الطبيعي n التي تحقق المساواة 3 بتوافيق n 4 تساوي 14 بتوافيق n 2. نتذكر أنه شرط على العدد الطبيعي r حتى نتمكن من حساب عدد التوافيق nr هو أن يكون r أكبر أو يساوي 0 وأصغر أو يساوي n، وبالتالي هنا الأربعة أصغر أو تساوي n، أي أن n أكبر أو تساوي الأربعة، وهنا توافيق n 2 أي أن ال n يجب أن تكون أكبر أو تساوي 2. إذن شروط الحل هي n أكبر أو تساوي 2 و n أكبر أو تساوي الأربعة. مجموعة قيم n التي تحقق الشرطين معا هي n أكبر أو تساوي الأربعة. الآن نبدأ بالحل. نتذكر أن توافيق nr هي تراتيب nr على r عام. في الطرف الأول توافيق n 4 تصبح تراتيب n 4 على 4 عاملي، وفي الطرف الثاني
تواثيق N2 تصبح تراكيب N2 على 2 عامل، وبالتالي يصبح الطرف الأيسر هو 3 ضرب. تراكيب N4 هو جداء 4 قيم متناقصة واحداً واحد بدءاً من N، أي N بN ناقص 1، بN ناقص 2، بN ناقص 3، هي 4 قيم على 4 عاملي، أي 4 ضرب 3 ضرب 2 ضرب 1، وجميعها مضروبة بـ3. والطرف الأيمن تراكيب N2 جداء قيمتين متناقصتين 1 1 بدءاً من N، أي هي N بN ناقص 1 على 2 عاملي وهي 2 ضرب 1، وجميعها مضروبة بـ14. الآن بالاختزال والإصلاح وبقسمة الطرفين على المقدار N بN ناقص 1 الذي لا يساوي الصفر، لأن شرط الحل أن N أكبر أو تساوي 4، سنجد أنه يبقى لدينا في الطرف الأيسر بعد اختزال 3 مع 3 والقسم على N بN ناقص 1، سوف يبقى N ناقص 2 بN ناقص 3 على 4 ضرب 2 ضرب 1 وهي 8. وفي الطرف الأيمن بعد القسم على N بN ناقص 1 واختزال 14 مع 2 سوف يبقى 7. إذن N ناقص 2 بN ناقص 3 على 8 يساوي 7، وبالتالي بضرب الطرفين بالعدد 8 للتخلص من الكسر سوف تصبح N ناقص 2 بN ناقص 3 تساوي 56. لنحل هذه المعادلة، N ناقص 2 بN ناقص 3 تساوي 56، بالإصلاح تصبح N مربع ناقص 5N ناقص 50 تساوي 0، معادلة من الدرجة الثانية. لحلها نستخدم الأساليب المعتادة لحل هكذا نمط من المعادلات. سوف نحلل ثلاثي الحدود إلى جداء عاملين من الدرجة الأولى. نبحث عن عددين، جداء ضربهما ناقص 50 ومجموعهما هو ناقص 5. العددان هما ناقص 10 وزائد 5. إذن يصبح لدينا جداء N زائد 5 بN ناقص 10 يساوي الصفر. إما N تساوي ناقص 5، ولكن شرط الحل أن N أكبر تساوي 4، وبالتالي هذا الحل مرفوض. أو N تساوي 10 وهو مقبول لأنه يحقق شرط الحل. إذن قيم العدد الطبيعي N التي تحقق المساواة 3 بتوافيق N 4 تساوي 14 بتوافيق N 2 هي فقط N تساوي 10. في مثال آخر، عين قيم العدد الطبيعي N التي تحقق المساواة 10 توافيق 10 3 N تساوي توافيق 10 N زائد. نبدأ أولا بتعيين شروط الحل. كما ذكرنا أن العدد R يجب أن يكون أكبر أو يساوي 0 وأكبر وأصغر أو يساوي N، وبالتالي هنا 3 N يجب أن تكون أكبر أو تساوي 0 وأصغر أو تساوي 10، وأيضا الـ N زائد 2 أكبر أو تساوي 0 طبعا بما أن N طبيعي فهي أكبر أو تساوي 0 وأصغر أو تساوي 10. N زائد 2 أصغر أو تساوي 10، أي أن N أصغر أو تساوي 8، و 3 N أصغر أو تساوي 10، أي أن N أصغر أو تساوي 10 على 3، وبما أن N عدد طبيعي ستكون N أصغر أو تساوي 3، وبالتالي شرط الحل هو N أكبر أو تساوي 0 وأصغر أو تساوي 3. الآن لنتذكر الخاصة أن توافيق NR تساوي توافيق N ناقص R. لدينا هنا الـ N هي 10، وبالتالي حتى يتساوى توافيق 10 3N مع توافيق 10 N زائد 2، إما أن تكون 3N هي ذاتها N زائد 2، أو أن تكون 3N هي عبارة عن 10 ناقص N زائد 2، أو بالعكس أن الـ N زائد 2 هي عبارة عن 10 ناقص 3N. إذا إما أن تكون 3N تساوي N زائد 2، وهذا يعني أن N تساوي 1، طبعا بنقل N إلى الطرف الأيسر، تصبح 3N ناقص N 2N تساوي 2، وبالتالي N تساوي 1، وهذا الحل مقبول وهو يحقق شرط الحل. أو أن تكون 3N تساوي 10 ناقص الN زائد 2، أو نقول أن مجموع الN زائد 2 و
3N يجب أن يكون 10، وبالتالي تصبح 3N تساوي 10 ناقص N ناقص 2 بنقل ناقص N إلى الطرف الأيسر تصبح N، و3N هي 4N. إذن 4N تساوي 10 ناقص 2 8، وبالتالي N تساوي 2. وهذا الحل أيضا مقبول لأنه يحقق شرط الحل. نتمنى الفائدة وشكرا لحسن المتابعة.